السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة انا قررت ان انا اعمل حاجة جميلة، وطبعا انا النهاردة اللي هعمل العشاء لبابا والماما ولعائلتي الجميلة كريمة. طبعا معانا هنا اهي كبدة بلدي ولكن متقطعة كبير شوية، وطبعا معانا هنا كلاوي. طبعا ما ينفعش تتغسل، ممنوع، ما ينفعش عشان ما تبوظش. وبعد عليكم تاني، ممنوع تتغسل ولا الكبده ولا الكلاوي. طبعا دلوقتي هنبدا نشيل الحتت البيضه منها. ليه؟ عشان الحتت البيضه تنزل مع التخديعه السحريه بتاعتنا في الاخر. طبعا حتة ناشفة عادي. طبعا معانا هنا سمين، طبعا انا لسه جايبها وساقعه متلجه. طبعا انا اللي هعمل لهم العشاء النهارده بطريقتي السحريه، ويا رب تعجبهم. انا بقى هقعد اخترع. طبعا الكلاوي ساقعه متلجه، تلج صوابعي، ياه صوابعي شاطط. وهنخلص الحفلة بتاعتنا دي في الاخر، هنوريكم الناتج. ودلوقتي بعد ما قطعنا الكلاوي على الكبدة، ده شكلها النهائي. طبعا نضفناها من السمين والدهون، وهنا الكلاوي والكبدة. ودلوقتي هنقطع السمين او الدهن ده، عامة هو مش دهن، هو عبارة عن سمين اهو. طبعا احنا هنقطعه ونحطه في الحلة دي عشان ينزل عليها التوليفة السحرية، الخضار والتوليفة السحرية اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. طبعا لازم نقطع الدهن الاول ونحطه هنا او السمين عامة، بس مش هنقطعه صغير اهو. يعني حلو الحمد لله. يلا بقى نقطعهم كلهم. دلوقتي بنقطعها اهو، طبعا مكعبات حلوة دي. وايدك والسكينة خلي بالك متخافيش، هتشوف المفاجآت بتاعت سمير الجميل على طول. على طول بتعملي لنا مفاجآت حلوة. ده النهاردة اللي هعشيكوا بقى.
طبعا دي فكنا منها. خش عن بعدها اللي فاتت كانت مقرفة شوية. بعد مش عايزة هو جديد كده خلي دي بقى. طبعا احنا محتاجين حاجات صغيرة وبس، مش صغيرة اوي يعني، حجم المكعب الصغير زي اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي ده، اللي هو ولا صغير اوي ولا كبير اوي. اهو كله اهو. وطبعا ما تنسوش الكلاوي والكبده ممنوع جدا، ما ينفعش عشان ما يبوظوش هما على النار. حاسس كده كمل بعد كده نحاول بقى نقطع دول. بس كده. وطبعا عندنا هنا سنين بعد ما قطعناها حتت صغيرة بشكل على الكلاوي والكبد. تابعونا بقى عشان نشوف مع بعض الطريقة التغطية السحرية اللي هتنزل على السمين. ودلوقتي هنبدأ نحط الخلطة السحرية بتاعتنا عشان تنزل على الكبدة والكلاوي الجميلة بتاعتنا. طبعا معانا هنا توابل، ومعانا التوابل دي بسم الله، معانا فلفل اسود، معانا هنا فلفل اسود، هنحط نص معلقة بس كده، ومعانا هنا كزبرة زي ما انتوا شايفين، هنحط برضو نص معلقة. ومعنا هنا الكمون الجميل بتاعنا، هنحط نص معلقة اهو. واخر حاجة معانا هو البردقوش، وهنحط ربع معلقة. طبعا معانا هنا التوابل بتاعتنا اهي، وطبعا هنحط شوية خل وصغيرين مش هنكتر.
بس كده. ومعانا اخر حاجة وهي عصرة الليمون. طبعا هنحط ليمونة كاملة. عشان تقطع زفارة الكبدة والكلاوي وتديها ريحة وطعم، تقطع زفارتها وتخليها حلوة ونظيفة. طبعا احنا اتفقنا ان هي مش هتتغسل عشان ما تبوظش. ادي اول نص، نص اربع، النص التاني اهو. كده نروح بقى نرمي النص. وطبعا معانا هنا المعلقه الجميله بتاعتنا، وهنقلب كل ده في بعضه علشان ننزل بيه على الخلطه الجميله بتاعتنا. تابعونا عشان تشوفوا ايه اللي حصل. ودلوقتي هننزل بالتوابل بتاعتنا على الكبدة والكلاوي بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هنسيبها تنقع شويه وتذب. وطبعا لازم نعمل حاجه قبل ما ننزل بيها على النار، نسيبها تشرب الخلطه براحتها اهي. ودلوقتي هننزل على النار بالصينيه دي اللي هنعمل فيها. طبعا معانا هنا الابيض بتاعنا الجميل اللي كان معانا امبارح، طبعا معانا هنا الابيض الجميل بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي هنوريكم هم مع النار، وهنوريكم هنحط ايه. ودلوقتي حطينا الابيض على النار، وطبعا قبل ما ننزله حطينا شويه زيت. وطبعا هنحط معاه بصلايه مبشوره بيضة اللي هو البصل المدور مش الاخضر، ولو في اخضر برضه حسب الاختيار. وهندق حته التومه مع حته جنزبيل جدر وننزلهم. وطبعا ده الشكل، وهم اول ما يحمروا ويكونوا خلاص خلصوا خلاص كده على النار، بيكونوا خلاص دبلوا كده في بعض. طبعا هننزل عليهم الكبده والكلاوي. طبعا هما بيتشوحوا لازم يبقوا خالص على النار. طبعا ريحتهم طبعا هم على نار هادية.
طبعا هي بتتشوح اهي. واول ما يتشوحوا جامد في بعض هننزل عليهم الكبد والكلام. ودلوقتي بعد ان القطر اللي احنا حطيناها اتشوحت كويس جدا هننزل عليهم بالكلاوي الكبدة اهو. طبعا لازم نقلبهم في بعض كويس. وطبعا هنسيبها عشان تستوي وبعد ما تستوي هنرجع لكم تابعونا. ودلوقتي بعد ما الكبد والكلاوي بتاعتنا خلصت شكلها جميل جدا. طبعا انا عبيتها سندوتشات اهو اهي. طبعا هي جميلة جدا شكلها يجنن وريحتها كمان وطعمها. طبعا شكلها حلو جدا وريحتها كمان. وده الشكل بتاعها بعد ما خلصت في النهاية. وده صوص البويع هنبقى نقول لكم طريقته في حلقة جديدة. تابعونا مع السلامة.